بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي ومتابعي قنوات أون تايم سبورتس، سهرة من سهرات العيد بعد أيام وليالي من شهر رمضان المعظم، أيام وليالي جميلة على الشعب المصري وعلى الأمة الإسلامية، وبعدها بيجي العيد بفرحته، بيجي العيد بلمته، بيجي العيد كمان بماتشاته، والدوري المصري تحلى ليالي العيد مع ماتشاته، وبالذات في واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، واحدة من المباريات الممتعة، المباريات الجماهيرية، لما يكون طرفيها نادي الزمالك من جهة ونادي الاتحاد من جهة، وكازين مباراة حلوة، جمهور الزمالك يقول لك لا أنا عايز اللقاء ده بالعيدية من لاعبتي، وجمهور اسكندرية يقول لك العيدية يرجعوا بيها من استاد القاهرة لاعيبة الاتحاد السكندري. بواتينج برأسية ترجع عند عمر جابر، ادي الاماميه عند زيزو، الخطا من الدفاع الاتحاد، حلوه زيزو، زيزو يا ولد، اللي يغلط يستقبل، والاتحاد غلط مره واثنين وثلاثه، في الثالثه زيزو يخلصها، الثالثه تبدا، اسلام ابو سليمه يغلط الزمالك ما يسجلش، ايضا كان سليفو مورو يغلط الزمالك برضه ما يسجلش، تتلعب الكرة الأمامية، أعتقد كريم الديب في اللقطة اللي فاتت ما يشتتش الكرة، وما يشتتش قدام مين؟ قدام زيزو، قدام الهداف، قدام اللي عارف طريقه للمرمى، الأرب دوري نايل، بص الكرة الأمامية، التشتيت مفيش هنا تشتيت من صفة قاي، يغلط التونسي يعاقبه على طول، زيزو حلوة من عمر جابر، يعمل الاسيست صفة قو كأنه بيمهدها لزيزو اللي يلعبها في الزاوية الضيقة على شمال المهدي سليمان، هدف أول لصالح نادي الزمالك. بدأت النهاردة العيدية بهدف زيزو، عيدية جماهير الزمالك بدأها زيزو، 1-0 في الدقيقة 14 عمر الشوط، يا ولد يا ولد، وتطلع ضربة ركنية لصالح نادي الزمالك، أول ركنية في اللقاء في الدقيقة 26، أول ركنية تتلعب شورت كورنر ما بين زيزو وعبد الله، زيزو 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 في المرمى يا ولد يا ولد، لكن فيها اوف سايد على سامسون، تتلعب حلوة قوي، هي مش قوية ولكن ملعوبة مركونة في نفس الزاوية اللي سجل فيها الهدف، معمولة بسويرف رائع يحطها ولكن تخبط في القائم وتترد لسامسون، لا سامسون مش اوف سايد، لا سامسون مش اوف سايد، لو الرأسية في الجول كان في دور هنا لطارق مجدي، كان طارق مجدي هيرجع ويقول للغندور شاور على دايرة السنتر ويقول هدف تاني للزمالك، كلام يا سامسون، يلعبها لزيزو، زيزو انطلاقة من عمر جابر، يلعبها لعمر جابر، عرضية خطر للزمالك لو اتلعبت، عرضية قبل احمد حمدي تترد، فرصة للتسديدة، وادي الرأسية وتطلع الكورة، لا ما طلعتش، قبل ما تطلع يطلعها شريف رضا، بدل ركنية رمي التماس، بدل ركنية رمي التماس لصالح نادي الزمالك، تعتبرش باص، تعتبرش تمريرة، زيزو زيزو تتلعب لناصر مرة تانية، دونجا على الأرض لأحمد فتوح، يلعب الكرة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أحمد فتوح خد أحسن أسيست في الأسبوع، مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن وإحنا في الأسبوع ال 17 أو ال 18، خد أحسن أسيست في الاثنين يا راجل، خد أحسن أسيست في الثامن وفي ال 17 كمان، يا ولد يا ولد، وبيمينه احمد فتوح يلعبها لناصر ماهر اللي يستلم حلو قوي ورا دفاع نادي الاتحاد ويحطها على شمال المهدي سليمان، هدف تاني للزمالك، الزمالك بيعيد، الزمالك بيعيد على جمهوره، بيعيد بهدفين في 34 دقيقة، يا ولد يا ولد يا ولد، ناصر ماهر يسجل هدف رائع، بص الكرة معايا مرة تانية، ادي الكرة توصل لاحمد فتوح اللي وصل لجوه، يا سلام يا سلام على اللي تشيب بالاسيست، وناصر ماهر على الرايق، على الرايق يا ناصر، يا ناصر يا رايق، ادي الكرة، بص في حد يتلخبط هنا، في حد يتخض من لعيبة الاتحاد اللي وراه، وفي لعيبة تتخض من طلعة المهدي سليمان عليه، انا اتخض، انا لو مكان اتخض، لكن ناصر ماهر يركنها بمعلمة على شمال الحارس المهدي سليمان، هدف تاني لصالح نادي الزمالك، 2-0 فتوح مع عبد الله، استلم في نص الملعب عبد الله السعيد، يا ولد يا ولد يا ولد على التحرك، يا ولد على التمرير، ويا ولد على اسيست اكينيولا، سامسون اكينيولا، لا 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 اوصف الكل وبعد كده اشوف الفار، اوصف الكرة وبعد كده اقول الفار، عبد الله السعيد، اولا تحرك من ناصر ماهر رائع، وعبد الله السعيد يلعب له التمريره
ولا اجمل من كده. يجي ناصر ماهر يستلم ويعمل اسيست لاكينيولا اللي اوفسايد ولا مش اوفسايد هنشوفها، ولحد دلوقتي اوفسايد. لكن الكوره مزيكا، الكوره مزيكا، اوفسايد ولا مش اوفسايد، لا الكوره مزيكا، التحرك كله مزيكا، الاسيست رائع. خلينا نشوف، ادي التحرك، ادي الكوره، وادي التمريره، اوفسايد ولا مش اوفسايد ما تبانش في التمريره، مش بتاعتنا كمان، نريح نفسنا احنا كمعلقين، مش بتاعتنا، نستنى حكم الفار يقول ايه. والغندور مشي مع الرايه وقال اوفسايد، وهي فعلا اوفسايد. طارق مجدي، غندور، خالد الغندور، وبواتنج ومابولولو في ال 18، تتلعب الكوره ومعها عواد يطلعها بالبوكس على طول وتترد من حسام عبد المجيد، لسه فيها خطوره. حسام عبد المجيد يسلم ناصر ماهر، يا سلام يا سلام يا سلام لحمزه المسلوسي، يلا عبد الله السعيد، عبد الله، عبد الله بكعب رجله يا عيني. رميه التماس هتتلعب في اعادات حتى الان، بالفعل هي نهايه الشوط الاول بتفوق زملكاوي، تفوق في كل شيء، اولا في النتيجه بهدفين لزيزو وناصر ماهر، تفوق في نسبه الاستحواذ اللي عدت 75%، تفوق في الضربات الركنيه، تفوق في عدد التمريرات. وان سايد جيم في الشوط الاول لصالح نادي الزمالك. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس، استراحه قصيره على ما العوده مع احداث الشوط الثاني. عوده للاستوديو مع الزميل العزيز كريم خطاب ونجوم التحليل الكبار الكابتن فاروق جعفر والكابتن محمد عمر. تحياتي مؤمن حسن. على ارض استاد القاهره انتهى الشوط الاول بتقدم نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. الهدف الاول لزيزو بتمريره طوليه كانت من عمر جابر وخطا دفاعي من اللاعب سيف تقاه، والهدف الثاني كان من ناصر ماهر باسيست ولا اروع من اللاعب احمد سيد زيزو، من عفوا احمد فتوح اللي عمل الاسيست، والفينش كان من ناصر ماهر عشان يتقدم الزمالك في شوط كان وان سايد جيم لصالح ابناء متعقبه. تتلعب من عبد الله السعيد، وادي المسلوسي كان حيلعبها ولكن معاه برضه مصطفى ابراهيم، تترد من كريم الديب، كريم الديب الهجمه المرتده، عايز يغير اللعب لاحمد عادل ميسي، ياخدها ميسي وينطلق، انفراد للاتحاد، انفراد انفراد انفراد، لا 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 لا، رجع الكره اسكندريه احمد عادل ميسي قبل ما يرجع بالاتوبيس اسكندريه، رجع الكره لاسكندريه، الكره اللي فاتت انفراد صريح والوحده تماما. ده كمان معاه اوبشن، يعني بصوا معاه بواتنج اوبشن موجود معاه في الطرف الشمال، احمد عادل ميسي يروح بواتنج اللي سبقه كمان، يعني بواتنج ما خافش من الاوفسايد، لا ده سبقه فان ديريك. بص الكره بالخطا الدفاعي لصالح نادي الزمالك، قلت لكم تبدل الحال، بقت الاخطاء الدفاعيه لصالح الزمالك. يا راجل يا راجل، طب بعض اللعيبه بتلعبها تشيب، يعني الحارس يطلع محمد عواد يطلع على اللاعب المنفرد ممكن يلعبها تشيب من فوق الحارس، خلاص طلعه بره الجيم وهو جاي بسرعته، ممكن يرقصه على اليمين بين الجزمه يعديها، تمشي معاه، تمشي الكوره ويمررها في الطرف اليمين لخالد الغندور، عرضيه من خالد لمابولولو، ادي الراسيه من فوق المقص اليمين للاتحاد، خطر الاتحاد بقى، خطر الاتحاد، وصل اتوبيس الاتحاد، وصل لاستاد القاهره خلاص في الشوط الثاني، ما كانش وصل كان متعطل، الشوارع فاضيه في العيد اه، لكن اتوبيس الاتحاد ما وصلش لاستاد القاهره في الشوط الاول، وصل في الشوط الثاني. بصوا كانهم في التمرين لعيبه نادي الزمالك، تتلعب على طول عند فتوح، فتوح لما بيدخل في العمق بيعمل زياده، فتوح يتحرك زيزو من وسط اثنين يلعبها لكن تترد، فرصه للتسديده، شحاته اهو عبد الله يلعبها ناحيه اليمين، عمر جابر مش اوف سايد، عمر جابر يردها بعرضيه، لا 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 مش ممكن، مدرسة الفن والهندسة، لا 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 ده كحك وغريبة اللي بيتقدم في أرض الملعب، ده زمالك بيقدم كحك وغريبة، تتلعب الكرة العرضية والرأسية من سيف الدين الجزيري، لا في أدي زيزو، زيزو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لا 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 لا، زيزو يا لعيب يا لعيب يا كبير، أحمد سيد زيزو، أحمد مصطفى زيزو، قول عليه زي ما أنت عايز تقول، واحد من نجوم الزمالك، يا سلام يا زيزو يا معلم يا زيزو، يا ولد يا ولد يا ولد، كان في إعادة والله يا ابني من الأول، الكورة كان فيها إعادة لكن هتتعاد ونشوفها ونستمتع بيها مرة تانية، يا سلام يا زيزو، بص الكورة أدي، ده أسيست دفاعي من مصطفى إبراهيم، توصل لزيزو، زيزو يا سلام، ما تغلطش قدام زيزو، ده عنوان من عناوين اللقاء، اوعى تغلط قدام زيزو، عملها صفة قاف في الشوط الاول ويعملها مصطفى ابراهيم في الشوط الثاني، وفي المرتين زيزو ما يتوصاش، واحده على شمال المهدي والثانيه لب من فوق الكل،
ادي حسام عبد المجيد، بص الرأسية دي، رأسية باسيست من مصطفى ابراهيم توصل لزيزو. يا معلم يا معلم يا معلم، يحط اسمه بين الكبار، بين النجوم الكبيرة، هدافي نادي الزمالك عبر التاريخ. تبقى أربعة ولا إيه؟ توصل عند سيف الدين الجزيري مع مصطفى إبراهيم، يحرك سيف الدين الجزيري، يا سلام 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 لزيزو، لسه الكورة، زيزو زيزو هيعمل أسيست لورا، ترجع الكورة لعبد الله السعيد، عبد الله لكن تخبط الكورة وتترد لسليف أموره، كان هيبقى هاتريك، كان هيبقى الهاتريك الرابع، لكن سيف الدين الجزيري لعبها له حلوة قوي، وكورة كنا ممكن نختم بيها اللقاء، ولكن كورة حلوة. سيبك انت، هي الكورة اللي ضاعت اللقطة اللي فاتت، ولكن نختم باللمسة الأخيرة لزيزو، بلمسة الهدف الثالث الرائع، يتألق الزمالك لوحده في كفة، ويتألق زيزو في كفة تانية، والزمالك يتفوق ويفوز بثلاثية بعدية لجماهيره 3-0. هدف أول كان لزيزو في الدقيقة 14، ناصر ماهر يكون له نصيب من الكحك النهاردة بهدف تاني رائع كان بأسيست من أحمد فتوح، والهدف الثالث حسيبه للاستوديو التحليلي للزميلي العزيز كريم خطاب ونجوم التحليل الكبار الكابتن فاروق جعفر والكابتن محمد عمر. تحياتي مؤمن حسن.